أنا هون. جبتيهم؟ إيه جبتهم. انزلي. وين الرسالة؟ رمز السلطان سليمان محفور على القبضة، وغمت الخنجر عامله أفضل نقاش بهداك العصر، ومثل ما شايفين مغطى بحجار كريمي. أنا ما بفهم بهالشغلة شادي أفندي. ناخده منورجيه لزبوننا، بشوفه وبيفحصه. إذا مثل ما عم تحكي بتاخد مصاريك. أنا المسؤول، إذا مزيف جيبوه وبعطيك نفس المبلغ. يعني كل هالقد بتوثق فينا؟ أول شي منوثق بحالنا، أنا ما عندي بضاعة مزيفة، وحقنا كمان ما منتركه لحدا. اسمع شادي أفندي، لحد اليوم ما حدا صار له دين علينا. اللي له حق معنا شو ما كان حقه بياخده مثل ما هو. البركة فيكن. ماشي، لا تنسى تحجز لنا بطيارة المساء. ماشي. إجا دورك. خدي لشوف، أخيرا وصلتي لمكتوب عكاش. تقري؟ ما في داعي. مظبوط، لأنك بتعرفي شو فيه، ما هيك؟ خذ المصاري وسد حلقك، ولا عاد تورجيني وشك. وإذا ورجيتك؟ فكر بشي شغلة. بتوصيني كمان مثل عكاش؟ عمل اللي قلته رمو، لا تلعب بحظك. والله أنا ما بترك حياتي للحظ سليخة. بلا جنان رمو، أنا عملت اتفاق معك. وعكاش كمان كان متفق معك. وأنا وافيت بكلمتي، جبت المصاري. لأن هذا هو طبعك، بتعطي المصاري وبعدين بتقتلي، ما بتخلي وراكي شاهد. مسكين عكاش، أنا ما بغلط نفس الغلط سليخة. أنت وياه أوطى من بعض. والله أنا شفت واطين كتير، بس على شكلك عيني ما شافت. حتى كمال آغا قتلتيه لأنه ما عطاكي وشه وعلقتيه لعكاش، وبعد ما أمن لك قتلتيه. أنت شيطانة سليخة، موتك خير على كل الناس. أخي أخي أنت عم تغلط يا مراد. لا سد حلقك ولا سد حلقك ولا بدك تقتل حدا قتل أختك. لا تخاف رح سويها. مراد اخا رح وضح لك. وقف محلك اخا، وقف محلك اخا. لا 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 سليخة. ليش 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 انت مجنونة؟ ليش عملتي هيك؟ ردي علي لشوف
شو كان في داعي؟ شو في داعي لحتى تقتليه؟ تركني تركني وحل عني مراد. هاتي الرسالة. لا لا بصان الله. قطعت ورقة فاضية؟ قطعت ورقة ما فيها شيء. الرسالة وين الرسالة؟ وين الرسالة؟ شو عملت بالرسالة يا كلبي يا واطي؟ الله يلعنك ما في شيء بهون. اتركيه بقى خلصيني. لو معه الرسالة كان عطاك إياها. الرسالة بهون. اتركينا بقى من الرسالة. كم واحد لسه بده يموت ها؟ مشان الرسالة كم واحد لسه بدك تقتلي؟ كيف عملتيها؟ كيف قتلتيه؟ شو كان بدك من كمال ها؟ ولك انت شلون بتفكري ها؟ لا تعيط علي، لا تعيط علي. إذا حدا بيعرف بهالقصة لا بيبقى صلح ولا شيء. بتقوم لقيامه الدم بيصير للركب. أول شيء بيقتلوكي أنت، أبي بإيده بيقتلك. ما فكرتي بهذا الشيء؟ أليف حتى هي بيقتلوها. طبعا فكرتي، وأنا عم أسألك مثل الغبي. لأنك فكرتي قتلت كل هالناس. رامو معه حق، أنت سيئة كتير يا زليخة، كتير. هات المسدس لأقتل حالي وأخلص. رجعي لورا. أنا برتاح وأنتو كمان. خلصتي ولا لسه؟ خلصت. إيه خلصت. أخيراً خلصت. أمي انقلعي طعي لبرا. لوين؟ روحي زليخة، روحي على بيتك. انتي ما اجيتي لهون وما شفتي رمو وما بتعرفي شي منو، بفهمتي؟ وانت سدي حالك انقلعي لبرا، لا تحكي ولا كلمه. Thank you.
أهلا وسهلا. تعرف شو أحلى شغلة؟ نطر المساء، معرفة إنك جايك اليوم. شوف شو حضرت لك. إيه؟ شو صار له روميو الأورفلي؟ انربط لسانك؟ خدوش إذا بدك. إذا جوعان نقعد فورا على السفرة. ما عجبك؟ لا تقلق حبيبي، ما حرقت الطبخة. مو بالعادة إن الزوجات الجديدة بيهتموا بتزيين السفرة، بيقوموا بينسوا الأكل وبيحرقوه؟ أنا ما بعتبر مبتدئة طبعا. مراد؟ شو عم تمزح معي؟ في مشكلة شي؟ مراد؟ احكي. مراد لا تجنني، احكي شو صاير. اه ما في شيء، ما في شيء احكي. شو يعني ما في شيء تحكي؟ لا تسأليني شيء. لا بدي اسألك ليك، وشك بخوف مثل اللي طالع من القبر. انا اسف أليف، اسف كثير. عشو بس؟ عشو اسف؟ انا بلكي بعدين بحكي لك، رجاء افهميني. مراد انا بعرفك كثير منيح، وانا كمان مرتك. بحياتي ما شفتك هيك، من يوم ما عرفتك ما شفتك هيك ابدا. يلا احكي لي شو صاير. تتذكر شو قلنا بكتب الكتاب؟ بالايام الحلوه والمره. ما صرنا 48 ساعه، بس 48 ساعه تعاسك بلشت بكير. مراد لسه بكير كتير، لسه بكير كتير لنحس بالتعاسي. شو هاد؟ صوت زمور الخطر. شو صار مراد؟ يلا احكي لي، احكي لي. صاير شي سيء، سيء كتير. احكي بقى، بترجاك تحكي مراد. لا تتصرف مثل كأني مو هون، ما عم بتحمل تسكت. احكي بقى اذا بتريد. خليكن هون. خير؟ شو اللي عم يصير؟ مراد بعت ورانا. مراد؟ Thank you.
بالضبط؟ على القليلة انت احكي. جاهز؟ أنا بالأصل إجيت لهون لحتى ودعك، وحتى بهي ما فلحت. سامحيني. نمشي. ما في تروح لمحل، ما في تروح لمحل بدون ما تقلي شي. إذا ما بتحكي بتدعس فوقي وبعدين بتمشي. خلاص، شو هالفضيحة هاي؟ شو عم بصير هون؟ شو في مراد؟ شو في سيادة الملازم؟ لوين أخدين ابني؟ أنا يلي حكيت معهم بابا. أنت؟ ليش؟ سامحيني أليف، سامحيني. اللي ليش؟ مراد مع الأسف موقوف يا رجاء آغا. مراد؟ موقوف؟ شو تهمته؟ جريمة. جريمة شو؟ ابني مين قتل؟ رامو. رامو؟ مزبوط هالشي؟ مزبوط مراد؟ مزبوط بابا. لا، أكيد في غلط. مراد، ما بيصير تاخدوه، هو ما بيقتل حدا. في شي غلط عم بيصير، أكيد في غلط، أكيد. أنت لا صدق ولا مراد، هو مو عارفان شو عم يحكي. أليف، بترجاكي لا تصعبيها. في غلط، أكيد في شي غلط. يا ريت رجاء آغا، يا ريت. ما بيصير تروح، ما بتروح. أنت ما بتقتل حدا. ما قتلته، ما هيك؟ أليف، خلص. إذا بتريدي. أنت ما بتقتل، ليش هيك عم تقول؟ احكي كل شي هلأ. بدك تحكي؟ أنا بحبك ورح ضل حبك. احكي شو فيه؟ مراد، مراد، مراد. أليف، أليف بابا. وقفي بنتي، وقفي. مراد اهدي. خلاص مراد. صور هذا الباكيت وللضحك. حدد. غريبة ما هيك؟ ايه غريبة كتير. الو، قبضوا على اخوك يا زليخة. شو؟ شو قلت؟ اخوك قوص رامو، ورامو مات. مستحيل. انا رايح المخبر. أليف من هارا. اذا بتجي احسن. بتصدقي هيك شي يا زليخة؟ اخوك يقتل واحد؟ هاي شغلة بتصير؟ مستحيل بابا. اخي، اخي مستحيل يكون قاتل. لا تطولي، جاي فورا. شوفي شو سوى مراد. زليخة، 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 رد علي. زليخة فتحي عيونك.
يسلم. شو اللي صاير؟ ما بعرف. أخوكي ما بيقتل حدا. ما بعرف جيمو، ما بعرف شيء أبدا. أنا هلأ لازم أكون جنبه. ماشي، بنروح سوا. خايفة كتير جيمو، كتير خايفة. لا تتركني، مشان الله لا تتركني. الشخص الثاني اللي كان مع عكاش بجريمة كمال هو رمى. مين قال هالحكي؟ هو على التليفون؟ لا، وقت تقابلنا. طيب شو أول شيء قالوا على التليفون؟ مستحيل يعملها، مراد ما بيقتل حدا، ما ممكن. والله نحن ما فهمنا شيء ماما زينو، رح نروح نشوف شو صاير. كيفك انت بنتي؟ بدك شيء اعمل لك اياه؟ تسلمي. يلا لا تلتهم، يلا. ماشي. اذا عرفتوا شيء خبروه. اكيد. رامو طلب مني مصاري. ليش؟ بده يهرب، قال بده يروح لبعيد. الابتزاز بيكون لأخذ المصاري من المتهم. انت ما قتلت كمال، ليش لحتى يطلب منك مصاري على جريمة ما عملتها؟ معك حق، رامو ما حاول يبتزني، هو اجى لحتى يحصرني. اذا ما عطيته المصاري كان بلغ انه نحن يعني عائلتي هي اللي قتلته لكمال، وقال بينتزع الصلح والحرب بترجع والدم بيصل للركب والباقي بتعرفوه. وبعدين تخانقنا، اول شيء تلاسلنا شوي، قام سحب سلاحه وتعاركنا، وقع السلاح من ايده اخذته، ولما حاول يهجم علي قوصته. كم طلقه قوصت؟ ما بتذكر، بس اكثر من وحده. طيب في شيء تاني حابب تضيفه؟ لا ابدا. جيب المحضر. تأمر بشيء تاني سيدي؟ لا، فيك تروح. انت ما فيك تقتل حدا مراد. لو أورفا بتوقف قدامي وبيقولوا لي بين كل هالناس في بس واحد ما بيقتل، نقي مين هو؟ نقيك انت. هذا كان قبل، هلأ غير. القبض على واحد شهدت على كتب كتابه قبل يومين، معك خبر شو بيخليني أحس؟ اي بعرف، اكيد بيشبه الفوت على الحبس بعد يومين من الزواج. شكرا. يسلموا. اهلين. الو. الو، مرحبا يا غالية. مرحبا حقي اغا، وينك؟ امتى جاي؟ انا باسطنبول وهلا بالاوتيل. الحمد لله على السلامة. جبته؟ معي. الكركدان وينه؟ عندك؟ هون. كارلو كمان بيسلم عليك.
ما شاء الله. ماشي، جايين فورا. طيب ماشي، يلا ماشي. لنشوف البضاعة اللي جايبها شو بتشبه. شوف كارلو، اعترف، الزلمة منيح يعني على القليلة. هلا هاد بشو زعجك؟ ما عم بفهم، ريح حالك شوي، نمشي. سيادة الملازم، نقدر نشوفه؟ طبعا ابني. نعم سيدي. افتح الباب للست أليف. امرك سيدي. شكرا. فينا نحكي شوي رجاء آغا؟ نحكي، ليش لا. خراب زمان. اللي انه حادثي، ارجوك اللي انه في غلط ورح يطلع الصبح وبيتصلح الغلط وبننسى كل شيء. احكي مراد، ليش ما عم ترد علي؟ هدي شوي، عادي لو سمحتي. لا مراد، لا تقلي اهدي، بس فهمني شو صاير. اخي ما بدي منك غير شيء، احكي احكي ولا رح جن. قال كنت عم تلاحق رمو يا رجاء آغا، مزبوط؟ اي نعم. فينا نسمع الباقي منك؟ سألت اهل الضيعة عن اللي كان مع عكاش يوم مقتل كمال، ما عرفنا انه رموه. هاي كانت شغلتنا، ما حدا تدخل بشغلكم، بس هدول الناس كانوا يشتغلوا عنا، نحنا اللي بنفهم عليهم. بيسكتوا قدامكم وبيحكونا، لو وصلت الشغلة لهالحد، لو عرفنا انه الفاعل هو رمو كنا خبرناكم. طبعا بدي اقول لك شيء رجاء آغا، ما بظن انه مراد قتل هالزلمه. هيك ايه هيك، تعاركت مع الزلمه، اخذت سلاح منه وبعدها ضغطت على زناد وقتلته. والله بدك اياني صدقك؟ انت ما بتعمل هيك. بعرف قضية تار ضلت سنين، سال الدم كتير، حتى دمك انت، ودايما كنت مع الصلح وما أزيت حدا. طيب هلا شو تغير؟ شو صار بعد ما تصلح كل شيء؟ أليف لا تزيدي علي، في أوقات بالحياة تغلط فيها وما فيها منطق. أنا قدمت إفادتي، بكرة بقدمها للمدعي العام وبروح على المحكمة ورح يضلوا يحققوا معي. أنا ما بتمني إفاداتك للتأنين، طلع فيني طلع فيني. ليش ما عم تطلع بعيوني؟ مراد أنت عم تكذب علي. طبعاً هي أول مرة بتكذب علي. زوجي عم يكذب علي. بتعرف انه هي اصعب بكتير من انك تقتل حدا؟ لانك اذا بتكذب على حدا معناتها ما بقى محتاجه. أليف رجاء، تذكر قديش تحملنا وحاربنا انا وياك لحتى نكون مع بعض؟ قديش عانينا مع بعض؟ وكله منشان شو؟ حتى الحقيقة مستكترة علي؟ ماني مصدقة انك مستكتر علي انك تحكي الحقيقة. بدي اطلب منك شيء واحد، وثقي فيني، حبيني ولا تسأليني عن اي شيء. نحن ليش تزوجنا مراد؟ اذا بدك تسكر الابواب وبشي وتخليني برا، ليش تزوجني؟ Thank you.
خلق ليف؟ جيمو شفت المصيبة اللي وقعت على راسنا يا جيمو؟ لا تزعلي خلق ليف، تنحل إن شاء الله. إن شاء الله أنا فايتة. مساء الخير ست زليخة، كيفك؟ كيف ممكن يكون برأيك سيادة الضابط؟ ما عندي فكرة بنو. عمو مراد مستحيل يكون قاتل، ما هيك ماما زينو؟ أنا قوصته برصاص، ما نقرني نقرة، وزد حاله قدامي ليحميني، حماني، هيك زلمة بيقدر يقتل؟ خلينا ندعي ما يكون هو اللي قتله. إذا هو اللي قتله يا حيف على هالدنيا الوسخة محمود. مو لازم عم يقول إنك مو أنت اللي قتلته. إذا مو أنا يلي قتلته فليش لبلغ؟ شايفني كتير حاببكم مجرم؟ مراد حتى أنت وصغير إذا كنت تشوف قطة عم تعرج تجيبها على البيت تلف رجلها. إذا أنت بتقوص حدا وبتقتله أنت بتقتله بيكون بيستحق الموت ألف مرة. ارفع رأسك، لا توطي رأسك لحدا أبدا. أنا لسه ما متت، راح وكل أحسن المحامين. حرام تقضي عمرك بالحبس مشان كلب مثل رمو. بابا شو ابني؟ أليف، أليف أماني عندك، عرضك أماني برقبتي. لا تحكي الهام، الخنجر أخذته من واحد سوري. شو حلوين أهل الشام، حكيته بكل صراحة وقلت له أنا ما بفهم، باخده بورجيهم يا، وإذا رضيوا بتاخد مصاريك. دفعت له شي؟ لا. غريبة ليش؟ قصده أنه يقول الأسئلة اللي بتخصني اسألني إياها لو سمحت. بيصير فرضني سألتك. إذا الخنجر إله كل هالقيمة، الزلمة كيف بيتركه بدون ما ياخد شي؟ يعني كوبرتورا. مأمن لك. يا كارلو، كل واحد بيتعامل حسب أصله. كل الناس الأوادم واللي معدنهم أصيل بيحطوا النية الطيبة قبل السيئة. الأوادم؟ أريتي. لا تضحك لا تضحك، هي شغلة منيحة. وحضرتك ما أحلى ترجمتك. الموضوع بالله لك. النقلة الجاية، نقلتنا الجاية رح تكون من مصر، كتابات هيروغليفية قديمة من زمن الفراعنة، غراض غالية للزينة، كؤوس ذهب وغيره. أي سؤال تاني؟ إمتى؟ بعد أسبوع بنشوف. ورجينا الخنجر. يلا لنشوف. فينا نحكي شوي أخي؟ أنت شايف مجرمين كتير جماعة. أنا شفت وأنت شفت، زماناتنا جينا لهون كتير. وقت حمدنا الله وقلنا خلصت هالأيام، الله بعتلنا مصيبة جمرة. لا في شي غلط. ابني بيشبه المجرم؟ لا، إلي ابن جوا محطوط بالحبس
والتاني قدامي. صعب عليك جمو انك تقول لي بابا؟ ابدا. رح اخذ أليف وروح، وانت بترجع مع مرتك، والصباح رباح. يلا بخاطرك، تصبح على خير بابا. وانت من اهله يا ابني.